شوط جديد وهو شوطنا العاشر الخاص بالثنايا لابكار المهجرات الاصايل انطلاقه موفقه نتمناها لكل المشاركين في هذه الانطلاقه وفي هذه الاندفاعه من مسافه 8 كيلومترات نسير ونلحق بمقدمه هذا الشوط. نتابع المركز الاول والصدارة الأولى، هذه هي الشاهينية اللي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. تعود ملكيتها لهجن العاصفة بقيادة وتضمير غياث الهلالي، بينما نقلتنا مباشرة إلى المركز الثاني هذه الشاهينية من هجن العاصفة. أما في المركز الثالث كذلك الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة وإشراف ومتابعة والمتابعة في التضمير يأتي غياث الهلالي، بينما في المركز الرابع هذه دلمة لسمو ريما تتقدم، نعم لسمو الشيخ الزاع بن سلطان بن زايد النهيان يأتي في عملية التضمير. أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، بينما نتابع المركز الخامس وتقدمت الآن هذه الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب، بينما نتابع هنا الانتقال إلى المركز السادس. وهذه هي عزاوي، من هجن الرياسة يأتي المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في عملية التضمير، بينما في المركز السابع أوصلت الآن وتقدمت الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية تضميرها، بينما ننتقل إلى المركز الثامن وأوصلت الآن بلشة من هجن الرياسة يأتي في عملية التضمير محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما هملولة تتقدم على مستوى المركز التاسع يأتي في أيضا هملولة لهجن الرياسة يأتي في عملية تضميرها علي بن يميل الوهيبي، بينما في المركز العاشر هذه الشاهينية من هجن العاصفة يأتي في عملية التضمير غياث الهلال. هكذا نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء، هذه الشعارات الحاضرة، هذه متابعين الكرام المؤسسات العملاقة، شعارات أصحاب السمو والشيوخ المزينة لأرضية هذا الميدان بالحضور المشرف في هذا المساء مع سن الثنايا ومعركة سن الثنايا. عودة إلى مغد مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، إلى البداية، إلى المقمة، إلى المركز الأول. هذه الشاهينية، من هجن العاصفة تأتي على مقدمة الشوط في مقدمة المسيرة، تتقدم الآن بقيادة المضمر غياث الهلالي، غياث الليالي في تضمير، في تألق بالفعل، يقدم الشاهينية على مستوى المركز الأول، بينما هنا تتقدم زميلتها الشاهينية من هجن العاصفة يأتي غياث الهلالي في عملية تضميرها، بينما في المركز الثالث هذه ريمة تتقدم بشعار سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد النهيان، يأتي أحد شباب المضمرين أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي أبو خليفة يراقبها في عملية تضميرها، بينما نتابع الآن اللي على المركز الرابع تتقدم الشاهينية من امبراطورية هجن العاصفة يأتي غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب، بينما ناخذ اللي على المركز الخامس وهذه هي عزاوي، من هجن أيضا الرياسة يأتي المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي يضمرها، بينما ناخذ الآن اللي على المركز السادس
المدرسة الشاهدية من هجن العاصفة يأتي في عملية تضميرها غيات الهلالية، بينما في المركز السابع الآن اللي بدأت في هذه اللحظة بالاغتراب، هذه هي الشايبة وأول نداء للشايبة. تتقدم الشايبة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان يعتني في عملية تضميرها، بينما نتابع الآن اللي على المركز الثامن هذه بلشي من هجن الرياسة، يأتي المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما في تاسع المراكز الآن ظهرت الشاهينية من هجن العاصفة غيات الهلالي يراقبها في عملية التضمير، بينما شقرة الآن شقرة تحتل مستوى المركز العاشر من هجن الرياسة، يأتي المضمر الظافر علي بن يمي اللوهيبي يراقبها في عملية تضميرها، بينما شعارات خلف الكادر الإعلامي لم يحين موعد دخولها مع الكادر الإعلامي، نترغبها مع إعلاننا لجسر العبور عودة إلى مقدمة الشوط بعد ما تممنا النداء الثاني لحضراتكم مشاهدينا الكرام عودة إلى مقدمة الشوط. عودة إلى المركز الأول وهذه الشاهينية مسيطرة منذ بداية الانطلاق، وهي الآن محافظة على موقعها في مقدمة الشوط. في المركز الأول إمبراطورية هجن العاصفة تتقدم الآن مع مقدمة هذا الاندفاع، وبدأ هنا أيضا بالتركيز غيات الهلالي مركز كل التركيز من خلال انطلاقتي وتواجد هذه السلالات، بينما في المركز الثاني هذه ريمة تتقدم، يأتي متابعين الكرام تأتي بشعار سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد النهيان يأتي في عملية تضميرها، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي هجن التراث، بينما ناخذ الآن اللي على المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة يأتي في عملية تضميرها غيات الهلالية. أما في المركز الرابع تسللت الشاهينية الآن من هجن العاصفة غيات الهلالي يقودها في عملية التضمير جسر العبور، بدأنا نغادر الآن هذه المنطقة اللي دائما نذكر بها أخواننا المضمرين بالتركيز. المركز أيضا الخامس، المركز الخامس الشاهينية تتقدم بشعار إمبراطورية هجن العاصفة يأتي غياث الهلالي في عملية تضميرها. أما في المركز السادس هادي عزاوي من هجن الرياسة يأتي المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في عملية تضميرها وتدريبها، بينما تتقدم بلشة على المركز السابع من هجن الرياسة تتقدم ويأتي في عملية التضمير محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما تحركت هذه هي سحابة من هجن الرياسة يأتي في عملية التضمير، علي بن يمي اللوهيبي من يراقبها في عملية تضميرها، بينما وصلت الآن في المركز التاسع هذه شقرة من هجن الرياسة يأتي علي بن يمي اللوهيبي في عملية تضميرها، وعاشر المراكز الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي يقودها في عملية التضمير، كيلو ونصف الكيلو المتبقية عن خط النهاية عن المغزور الرئيسي بانت يا اخوان ما
شاء الله وتبارك الله طارا للمهجنات طارا هناك اقبلا على 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 الفوز على الانتصار بوابة الكيل والمتر الأخير وغيرت الشاهنية الشاهنية امبراطورية تجري العاصفة تبحث عن المزيد تبحث عن المزيد من التألق في هذا المساء المثير هذه الشاهنية بقيادة المضمر غياث الهلالي ولكن حذاري من ريمة 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 بشعار سمو شيخ الزاعم السلطان بن زايدان هيان ركز يا ابو خليفة احمد بن خلفان بصايغ المزروعي ولكن الشاهنية غادمة غادمة من الجانب الاخر لامبراطورية تجري العاصفة بدل هجوم بدل هجوم بين الاخوان المضمرين بين غياث الهلالي بين ابو خليفة حركوها ريمة حركوها ريمة صدر التعليمات ما شاء الله وتبارك الله روح الله راحت الى الفوز الى الانتصار ريمة يا الله الله الله, الله. المحاولة من الشاهنية لاجل العاصفة اللحظات الاخيرة ما بين ريمة ما بين الشاهنية الشاهنية وريمة وشاهنية العاصفة قادمة على المركز الثالث اللحظات اللحظات الاخيرة ريمة الشاهنية الشاهنية وريمة العاصفة العاصفة تسللت الان سلام الى هجن العاصفة مشكور يا غياث الهلالي على هذا الفوز اللي قدمته الشاهنية ووصلت الشاهنية في المركز الثاني من هجن العاصفة المركز الثالث ريمة لاسم الشيخ الزعب السلطان بن زايد النيان المركز الرابع والخامس لهجن العاصفة هكذا مشاهدين الاعزاء النتيجة للخمسة المراكز الاولى عودة الى التوقيت الزمني ولحظة الوصول متابعين الكرام من الشاهنية التي ايضا تألغت بناموس هذا الشوط وهدت امبراطورية هجن العاصفة هذا الفوز والانتصار هنا متابعين الاعزاء لحظة وصولها الى خط النهاية ساعة وصولها ايضا قطعت مسافة 8 كيلومترات في زمن مقداره متابعين الكرام 12 دقيقة وايضا 30 ثانية 3 اجزاء من الثانية تهنينا لهجن العاصفة والتهنئة لغياث الهلالي بينما مخرج العطرة لصاحبة المركز الثاني ولحظة وصول الشاهنية من هجن العاصفة بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 31 ثانية جزئين من الثانية تهنينا لهجن العاصفة والتهنئة لغياث الهلالي بينما وصلت ريمة في المركز الثالث لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد النيان بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 31 ثانية 5 اجزاء من الثانية تهنينا لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي تهانينا والناموس للجميع.